أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، مكملين هذا الصباح. دلوقتي موعد فترتنا السبت، بنستعرض مجموعة من آخر وأهم الموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح هذا اليوم الحد. وخلونا نبتدي من صحيفة الأخبار، ومن الصفحة الأولى فيها نطالع: الرئيس السيسي يوجه بإعداد رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، استعراض موقف مشروعات التكرير بخليج السويس وكشف الذهب في الصحراء الشرقية. ولو نقلنا بعض من تفاصيل هذا الخبر زي ما ورد في صحيفة الأخبار، نقلت أن المتحدث الرسمي أوضح أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة خليج السويس، فضلا عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك والتوسع في نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز. وأيضا نقلت الأخبار أن الرئيس وجه بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات الطاقة الغاز بالدولة. أيضا عرض وزير البترول خلال الاجتماع الكشف الأخير عن الذهب بجبل إيقات بالصحراء الشرقية، والذي من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية. خلونا نروح لصحيفة الأهرام ونطلع منها خبر يحاز على اهتمام كل الصحف الصادرة صباح هذا اليوم، وهو في إطار حسم 2020 عملية برمائية ناجحة وضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية. من تفاصيل هذا الخبر، شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة حسم 2020 التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية في إحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو. أيضا نفذ عدد من الوحدات البحرية عددا من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية. أيضا نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي. بتأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نظرا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة. خلونا نروح لخبر آخر، ولكن هذه المرة من صحيفة الجمهورية، ونطالع منها من الصفحة الأولى خبر مهم أيضا موجود في أغلب الصحف النهاردة، وهو: مصر تقضي على العشوائيات، الأسمرات 3 حياة جديدة لسكان العشوائيات، الإسكان الاجتماعي شقق حضارية بأسعار معقولة. خلونا نتعرف أكثر على أهمية هذه المشروعات، خصوصا الأسمرات 3، مع دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. دكتور محمود صباح الخير وأهلا بك يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. في إطار جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر، وهناك خطة واضحة وعمل دؤوب على القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة في مصر، وإحنا شايفين نجاحات في السنوات الأخيرة تحققت بالفعل، وها نحن الآن بصدد الأسمرات 3 بعد الأسمرات 1 و2. أهمية الأسمرات 3 خصوصا أنها مش المشروع الأول أو المرحلة الأولى، لكن سبقتها مراحل قبل كده سواء في القاهرة أو حتى في الإسكندرية زي غيط العنب وغيرها من المناطق العشوائية. دكتور محمود. تمام، شوف حضرتك، احنا كان في الاول تركيز على العلاج الموضعي للمناطق العشوائيه، بمعنى اضافه بعض التحسينات، شبكه طرق تحيط المنطقه العشوائيه، او حتى انشاء بعض العمران الجديد الذي يحيط هذه المباني. لكن الحقيقه في الان بنشهد حلول جذريه على مستويين: مستوى ايجاد مناطق تتمتع بخدمات على مستوى متكامل، وأيضا هناك حل الشامل، إن أنا بأوقف
سمو العشوائيات التي تأتي لنا من مناطق الطرد السكاني سواء في القرى أو المدن المتوسطة عن طريق التنمية الشاملة الجارية. وهذا المحور لا يعرض كثيرا ولا نتكلم عنه كثيرا، بينما هو الحل الحقيقي لوقف نمو هذه الظاهرة على المدن الكبرى الجاذبة للسكان. وبالتالي هناك حل على مستويين، حل يتضمن إيجاد مناطق جديدة تتمتع بخدمات متكاملة وإسكان بمستويات ترقى للمستوى الإنساني الذي نحلم به، خدمات متكاملة، وحدات صحية، مدارس، حضانات، رعاية صحية، وحدات إنتاجية. هذه المباني وهذه الصورة هي نقلة اجتماعية واقتصادية وعمرانية، وليست مجرد إيجاد مسكن، لكنها إيجاد حياة كاملة جديدة. فضلا عن الحل الذي يتوازى وهو الحل الجذري، التنمية الشاملة لكل المعمور المصري وتنمية الريف المصري الطارد للسكان، ووقف الجذب السكاني العالي للمدن الكبرى عن طريق تثبيت السكان في المواقع بالقرى بالمدن المتوسطة وتوفير الخدمات ونشرها في العمران المصري كله. فالحلين بيتكاملوا معا لنصل إلى القضاء على الظاهرة تماما، وليست مجرد علاج موضعي أو هو علاج بإضافة وحدات سكنية، هي حلول متكاملة عن طريق مواقع جديدة، عن طريق تطوير المواقع القائمة. الحقيقة بنتبع كل أساليب اللي اكتسبناها خلال تجربتنا الطويلة، وأهمها هو التنمية الشاملة التي تقضي على هذه الظاهرة وتجفف منابعها. نعم، شكرا لحضرتك دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على أحد الأخبار اللي موجودة معنا النهاردة واستعرضناها من صحيفة الجمهورية حول قضاء مصر على العشوائيات والأسمرة الثلاثة، حياة جديدة لسكان العشوائيات. خلونا نرجع للخبر اللي كان قبل كده مشاهدينا الكرام واللي حاز على اهتمام الصحافة المصرية على كل الصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم، وهو في إطار عملية حسم 2020، عملية برمائية ناجحة وضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية. قراءة أكثر وتحليل أكثر معنا دلوقتي سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء صباح الخير وأهلا بك يا فندم. أهلا صباح الخير يا فندم. عملية برمائية ناجحة وضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية في إطار حسم 2020، أهمية هذه العملية خصوصا من حيث الزمان والمكان؟ اولا المناوره حسم كلها على بعضها، احنا شفنا المرحلتين الاولى والثانيه. المرحله الاولى اللي هي كانت عمليه الاعداد والتنظيم للحرب او للمعركه، وفيها تم الفتح الاستراتيجي، يعني القوات اتحركت من مناطق تمركزها الى مناطق الانطلاق اللي هي هتنطلق منها لتنفيذ المهام بتاعتها. بعد كده شفنا المرحله اللي هي بدايه العمليه، الديناميك بتاع العمليه في القوات البريه شفناها بالتعاون مع القوات الجويه، ودي كانت المرحله الاولى اللي شفناها منذ يومين او ثلاث ايام. المرحله الاخيره اللي هي كانت بالامس كانت اساسا اعمال القوات البحريه كفرع رئيسي من افرع القوات المسلحه بالتعاون مع القوات الجويه اللي هي تعتبر العامل المشترك الاعظم مع كل افرع القوات المسلحه. شفنا القوات البحريه بكامل قدرتها بكامل عناصرها، سواء كانت الغواصات او المدمرات او الفرقاطات، زوارق الصواريخ، زوارق السريعه، المسترال اللي هي حامله الهليكوبتر، بتستخدم كل انواع الذخائر من الهاربون لذخائر الاعماق المضاده للغواصات للصواريخ اللي هي سطح اللي هي عمق سطح. كل هذه المنظومه شفناها، بل ان احنا بعد كل اللي شفناه في البحر هذه القوات البحرية قامت بالاستيلاء على رأس شاطئ. يعني أنا عايز أنزل قوات رئيسية لتحتل منطقة من البر بحذاء ساحل، فقامت القوات الجوية بتدمير الدفاعات الموجودة على الساحل ده، والقوات البحرية أنزلت من الوسائط البحرية اللي هي موجودة أصلا في المسترال، الزوارق السريعة دي نزلت قوات الصاعقة البحرية، وقبليها نزلت من الهليكوبترات اللي هي الصاعقة أو القوات الخاصة المصرية، في تنسيق وتناغم كامل بين قوات اللي هي الإبرار الجوي والقوات الإبرار البحري اللي نازلة من البحر، واستولوا على رأس شاطئ تمهيدا لإنزال قوات رئيسية
في هذه المنطقة. أيضا رأينا عمليات خاصة بحرية قامت بها عمليات الصاعقة البحرية ضد أهداف منعزلة على الشاطئ. هذه العملية زي ما بنقول كلها في بعضها في إطار المناورة حسب زي ما قلت قبل كده، المناورة ما هي إلا تطبيق عملي بأكبر حجم من القوات، قد يكون في اتجاه استراتيجي واحد أو في أكثر من اتجاه، وهذا التطبيق العملي لما تم التدريب عليه خلال العام الماضي وخلال الأعوام الماضية تستخدم فيه السابقة يعني، وكل الخبرات والمهارات بتظهر هنا، وهي عبارة عن بروبة لحرب حقيقية لتحمل رسائل في هذا التوقيت إلى أولا للشعب المصري رسالة طمأنة اطمئن، ليس هناك من يستطيع أن يهدد أمنك القومي أو يهدد مصالحك في أي منطقة أو في أي توقيت. الرسالة الثانية إلى من يفكر في تهديد أمن القومي بأي عمل متهور في أي مكان في منطقة في المجال الحيوي أو خارج أرضي أو داخلها، بنقول له العقاب سوف يكون أكثر بكثير من أي مكاسب تحاول الحصول عليها، وأدي نمتلك القدرة ونمتلك النية والقرار، وهذه إمكانتنا ظاهرة لكل عيانا جهارا بقدرتنا وبإمكانتنا وبشهادة العالم ومؤسساته التي تقيس مستوى وقدرات الجيوش. الرسالة الأخيرة هي للمجتمع الدولي أن هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين، ونحن من موضع قوة اللي احنا أظهرناه قادرون على الحرب، ولكن بندعو إلى السلم، فلتتدخل المؤسسات الدولية وتتحمل مسؤوليتها في فرض السلم قبل أن يكون هناك تهديد حقيقي يضر بالسلم والأمن الدوليين للعالم كله وليس لمنطقة الشرق الأوسط فقط. نعم، شكرا لك سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. خلونا نروح لموضوع آخر مشاهدينا الكرام، موضوع مهم وبرضو حاز على اهتمام كل الصحف الصادرة صباح هذا اليوم وتابعناه امبارح في نشرات الأخبار، وهو خلونا نستعرضه من صحيفة المصري اليوم بالتحديد من الصفحة الثالثة. نطالع: مصر ترفض إرجاء حسم الخلافات في مفاوضات سد النهضة، أديس أبابا ترد على مقترحات القاهرة، والخرطوم تقدم صيغة توافقية لنقاط الخلاف. نرجع للأهرام مرة تانية ونطالع منها موضوع آخر، ولكن برضو من الصفحة الأولى: في اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد مصر تدعم جهود القارة في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد. نطالع من الصفحة الخامسة في صحيفة الأخبار عنوان: مستشفيات العزل تودع المتعافين، ولادة قيصرية وقسطرة بالقلب لمصابين بالفيروس بالإسكندرية والعريش، الصحة 923 إصابة جديدة بكورونا و67 وفاة. قراءة أكثر مشاهدينا الكرام في هذه العناوين مع دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق. دكتور عبد اللطيف صباح الخير وأهلا بك يا فندم. صباح النور يا أستاذ شهاب. دكتور عبد اللطيف، اولا يعني الخبر اللي بتنقلها صحيفه الاخبار بتقول مستشفيات العزل تودع المتعافين، احنا شايفين في الايام الاخيره في انخفاض ملحوظ في اعداد الاصابات اليوميه المسجله في وزاره الصحه، وايضا في انخفاض ايضا ملحوظ في الايام الاخيره في اعداد الوفيات، وفي ايضا ارتفاع في نسب ومعدلات الشفاء وخروج المصابين من مستشفيات العزل. قراءة حضرتك لهذه الأرقام وهذه الإحصائيات على ضوء المتابعة في الأيام الأخيرة؟ صباح الخير. الأول بطمن كل الإخوة المشاهدين معانا وقول لهم فعلا دي أخبار حلوة، كل واحد يطلع من مستشفى العزل أو مركز عزل أو حتى لو عزل بيتي، دي حاجة جميلة جدا وبتديني أمل دايما كل صباح كده ما بتشوف الأرقام دي بتدينا صباح. عندي الأرقام، أنا دلوقتي بكلم حضرتك وفاتح الموقع بتاع مجلس الوزراء، يعني الموقع الرسمي بتاع مجلس الوزراء، أنا عندي ارتفاع
فعلا في الحمد لله الناس بالشفاء، لكن لسه ما زالت يا استاذ شهاب دون المعدلات العالميه. انا عندي في مصر وبكرر ان انا شايف فاتح مجلس الوزراء دلوقتي 29% نسب الشفاء، في العالم نسب الشفاء بتصل الى 58%، وده برضه من موقع مجلس الوزراء. اذا انا بطالب اللجنه العلميه انها تشوف لنا، لازم ضروري تتحرك بسرعه وتشوف لنا حاجات مصريه، دراسات وبائيه مصريه ونشوف الكلام ده. لكن الحمد لله عندي زي ما بقول، زي ما انت شفت وزي ما قلت التقارير، الحمد لله نسب الشفاء او اسف اعداد الناس المرضى اللي بتروح المستشفى كلنا ملاحظين حتى في المستشفيات، بتجي لنا التقارير من زملاتنا بتقل، اعداد الحالات الحرجه في المستشفيات بتقل، بدينا نسمع ان الحمد لله دلوقتي عندنا اي سي يو فاضيه، عندنا جهاز تنفس صناعه فاضي، فالبلد ماشيه كويس واحنا مطمنين. لكن زي ما بنقول دايما في العلم وعايزين نتطور اكتر، يعني كنا جايبين جيد جدا عايزين نبقى ممتاز، واحنا طمعين طبعا في العلم وفي الاجراءات الطبيه الوقائيه، فاحنا ماشيين كويس لكن عايزين نتحسن كمان بنسب الشفاء ونقلل نسب الوفيات. ودي منظومه متكامله، مش بس الحكومه، مش بس الصحه، مش بس المواطنين، ده كل واحد مننا كلنا لازم ياخد باله، واحنا لازم نزود اجراءات الحذر. الحمد لله انا مطمن او بديت اطمن من امبارح، لان لغايه دلوقتي اللي عندي الاصابات بتاعت امبارح برضه باكد من مجلس الوزراء الموقع 923 اصابه جديده، 67 وفاه، فاذا استمرار النقص او استمرار النقصان في الحالات سواء وفاه او وفيات ده بيديني مؤشر مطمئن شويه ان احنا ماشيين. لو استمر كمان اسبوع كده اقدر اقول ان احنا فعلا البيك في الذروه وبدات تقل، يعني اقدر اقول ان المنحنى بدا يتسطح والذروه بدات تقل، بس عايزين كمان طمعانين في زياده الحذر ومطمعانين في اللجنه العلميه ان دي تستمر اسبوعين كمان. هنا نقول ان الحمد لله بدينا ينكسر الارقام، بدات تنكسر الذروه وهيبقى الموضوع احسن كتير. لازم زي ما بقول كل واحد فينا يعرف ان الموضوع ما انتهاش، كورونا ما انتهتش يا جماعه، بالعكس احنا بنروح نشتغل ولازم نروح نشتغل، ده معناه ان احنا هنروح نشتغل ونشدد الاجراءات الوقائيه اللي بنعملها. مفيش، انا لغايه امبارح بشوف ناس كتير للاسف مش لابسه كمامات، ده لا يجوز اطلاقا. انا بطالب اي مدير في اي مؤسسه في اي مكان ما يسمحش لحد داخل بغير كمامه، انا لو بطالب اي اتوبيس او اي ترماي او مترو او اي حاجه مفيش حد يعني يسيب حد جنبه مش لابس، يقول له. انا شخصيا عملتها مرتين او ثلاثه وقلت للناس واحرجتهم حقيقي، يعني في بعض المكاتب الحكوميه لقيت ناس مش لابسه احرجتهم. اذا انا عايز اقول كل واحد فينا من حضراتكم يعني لازم ياخد جزء ويكون عليه مسؤوليه، كلنا الدوله والصحه والمواطنين والشعب كلنا علينا مسؤوليه علشان نقدر نسطح المنحنى ان شاء الله، ونقدر نجتاز الكلام ده نجتزه بشيء من الايه، يعني مش عايزين ندفع ثمن غالي. الحمد لله كل الدول بتعاني، جميع انحاء العالم بيعاني، لكن انا عايز الثمن اللي ندفعه في مصر. احنا دوله ناميه ومحتاجين كل قرش ومحتاجين كل صحه بني ادم وكل وفاه عايزين ننقذها، فمحتاجين كلنا نتكاتف يا استاذ مهاب شهاب ان احنا نسطح المنحنى بسرعه وما ندفعش ثمن غالي. تمام، شكرا لحضرتك دكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه بجامعه الزقازيق، كنت معنا عبر الهاتف. خلونا نكمل استعراضنا لمجموعة من العناوين الصادرة في صحافة القاهرة الصادرة صباح هذا اليوم، ونروح للمصري اليوم مرة تانية ونطالع من الصفحة الأولى، فيها عنوان مصدر بالتعليم نتيجة الثانوية بعد إجازة العيد، بدء تصحيح العينة العشوائية لأوراق إجابة الفيزياء والتاريخ والأحياء. أيضا نطالع من الجمهورية من الصفحة الثانية، منحتان كنديتان ب 14 مليون دولار للدعم الاقتصادي وتمكين المرأة، المشاط المستفيدون 36300 لتحقيق التنمية المستدامة. ده كان استعراض سريع مشاهدينا الكرام لأبرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح هذا اليوم. فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم، ولكن بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء.